ورح ننتقل بفقرتنا التالية ونحكي عن الإبداع بالفن. رح الفنون الجميلة هي مجموعة من المظاهر الفنية ذات الطبيعة الإبداعية وذات القيمة الجمالية، وأكيد بتجمع الفنون الجميلة فنون عديدة. رح نحكي اليوم عن الفنون، رح نشوف بعض من الفنون الموجودين معنا بحلقتنا مع مدربة الفنون الجميلة السيدة جيهان الخضري. صباح الخير جيهان، أهلا وسهلا فيك. صباح النور فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نعرف المشاهدين شو بنقصد بفن الأشغال اليدوية. هلا الأشغال اليدوية هي بنعتبرها فن أو هواية أو مهنة، هي بتيجي على الإبداعات الفنية والأعمال اليدوية، يعني ما بتتطلب لا آلات ولا شيء، بنشتغلها بواسطة الإيد ومواد كتير كتير بسيطة ومجالاتها واسعة كمان كتير. وإعادة التدوير أيضا موجودة. يعني هيك خلينا نبلش بهيدي اللوحة يلي هي أوراق جرايد، كمان مدخلة عليها ألوان عديدة ورسومات أيضا، يعني نحن بنعتبرها خلفية هي الورق الجرايد والوان ورسم، نحن فينا نساوي اي شكل بدنا اياه واي رسمه بدنا اياها. تمام. كمان ليا في لوحه ثانيه الوانها كمان حلوة. نفس الفكره بالجرايد. قديش بتاخذ معك شغل تقريبا، وشو غير الجرايد شو مستخدمه فيها؟ هلا كمان حتى الاطار نحن مستخدمينه من الورق، من ورق الجرايد، من ورق الجرايد لافينه لف وعاملين اطار، والخلفيه كمان فينا نلونها وفينا نتركها كمان ساده بالابيض والاسود. ابيض واسود ساده هون. يعني جهان دائما الفنان مبدع ولازم الافكار هيك تكون خلاقه، هي بدها واحلى شيء افكار جديده تبع اعاده التدوير مثل ما شفنا. يمكن هي الافكار. في كثير طلاب اول ما يتعلموا او بس يتعلموا يمكن بيحبوا يقلدوا، ولكن في طلاب بالمقابل بيحبوا يبتكروا وبيقدموا افكار جديده. هل الابتكار هو تدريب؟ يعني بيدرب الانسان حاله بعد فتره بيصير مبتكر لهي الافكار، ولا لا لازم خلص يتقدم له الفكره على طبق هيك جاهز للمتدرب؟ اكيد. هلا نحن وقت بندربهم نحن دوراتنا كلها مجانيه اللي بنساويها للطلاب، ونحن بنختار المواهب الاساسيه ونحن بنزيد على الطلاب اكثر. يعني في طلاب كثير موهوبين واطفال موهوبين، نحن بنعزز هذا الشيء عندهم وبنضيف لمعلوماتهم يعني اكثر. طب كيف بتدربيهم ينموا يعني هيك هي الموهبه جواتهم، يعطوا افكار منهم لحالهم؟ هلا هنن الاطفال بيكون الاشغال اليدويه هنن بتخلي يصير عندهم خيال واسع، نحن بنتساعد نحن وياهم. هلا انا ممكن اخذ افكار منهم وهنن ممكن ياخذوا افكار مني، وبنعطي نتيجه كثير حلوه. يعني من اي شيء انت فيكي تشتغلي بالاشغال اليدويه. صحيح. نعم، يعني حلاوه الاعمال اليدويه اللي عم بتكون انه هي بيعطي مساحه حره للشخص اللي بيشتغل فيها. أكيد. حتى عم نشوف مواد كثير مستخدمه ومتنوعه. كمان في هون نموذج، خلينا نحكي عن هي اللوحه اللي بين ايدي. بس هيك قلبيه شوي والله بالغلط. هي الشرشيب هيك الشرشيب لتحت. ايوه تماما. هلا هي لوحه خشبيه هيك بدك تصح. هلا هيك هي عباره عن راس حصان. ايوه هلا بينت على فكره. هي الشرشيب تبعته. هلا نحن تربيط، يعني دقينا بسامير كمان مواد بسيطه، يعني ما فيها شيء، وخيطان صوف، وبترسمي اي شكل بدك اياه، ما فيك تتقيدي ابدا. قديش حلوه اللي بيشوفها من بعد ما بيتخيل انه هي مكونه من مسامير وخيطان. مسامير وخيطان، وعلى فكره لسه في اشكال كثير كثير حلوه، يعني بس انا جبت هيك نماذج معينه. والاطفال كثير بينبسطوا، يعني شغله سهل مانه صعب ابدا. بما انه هيك اتطرقتي الى موضوع الاطفال، خلينا نحكي اليوم قديش لازم للاطفال انه هن يتعلموا الهاند ميد، يتعلموا يعملوا اعاده تدوير باشياء هن يعني لازمت لهم بحياتهم اليوميه لدراستهم. كيف فينا هيك ندخل الهاند ميد بحياه اطفالنا؟ خليهم هيك كمان قد ايه بتفرغ طاقه الشغل مع كثير حلو كتير. يعني على فكره لها فوائد كثيره للاطفال، مثل ما قلت لك يعني بتوسع الخيال عندهم، بتعزز المواهب اكثر عندهم.
هنن وحتى بيفرغوا طاقة فيها كتير كبيرة، وهلا كمان عم يستخدموها للأعمال اليدوية بالسلك التعليمي. على فكرة كتير عم يستفادوا منه، إنه مثلا بالعمليات الحسابية بيشتغلوها. نعم بيشتغلوها بالعمليات الحسابية، وبيشتغلوها كمان بأحرف الإنجليزي كمان. هيك بصير الطفل أكثر بيرغب للتعليم، يعني نعم. بصير الشكل محفوظ لذاكرته أكثر. نعم كمان عم نستعرض الأعمال اليدوية أكثر. هون في نموذج كمان ثاني، هلا هي عندنا كمان ورق جرايد، جرايد كمان صح. ورق هلا بس ولا حدا بيخطر له انه نفسه. لا لا لا، ورق جرايد، ورق مجلات فينا نستخدمها كمان. في اشكال كثير حلوه هي بعد ما نخلصها في وراها ال ايه، وبعد ما نخلصها نحن بنلونها الالوان اللي بدنا اياها. هيك شكل هي ما مبينه من شو معموله، بس كمان هي كلها ورق لفه، بتيجي ورق جرايد او مجلات. يعني هيدا. طب خلينا هيك شوي نحكي ونتعلم كيف هذا، كيف الورق بتحطيه بتنقعيه قديش؟ لا لا هذا ما بده نقع كمان. مواد كثير بسيطه بس بتنلف لف، عرفتي كيف؟ يعني ورقه جريده هلا نحن ملزقينها بالغره، عرفتي كيف؟ يعني لفينا الورقة وخلصناها ولزقناها بالغيرة. هلا لا تنشف بتعطيني هاي الأساوية تبعيتها، ونحن بس تنشف بنلونها. نعم كمان خلينا نستعرض كمان لوحة جديدة هون من الفلين كأنه ما هاي فلين وأغصان شجر. هاي الموضوع رسم على الحجر. هلا هدول أحجار، نحن أحجار أحجار إيه راسمين عليهم أشكال، واخترت موضوع انه اغصان شجر وشكل البومه. كمان نحن فينا نشتغل كثير اشكال منها. نعم. كمان من الفلين معنا هي. لا مو من هي مو فلين، هي خشب. هي ما عم نقدر نحضر المواد يعني. هلا ما فيكي كشكل مو مبين شو هو غير اذا حكينا عنها. هلا هي كمان عجينه اسمها عجينه الورق. هلا هو موضوع جديد وغريب شوي كمان من عجينه الورق. كتير لكر شو اسمه؟ ايه مو؟ بس كمان هي الوان اكريليك. اوكي. ايه خلينا هي عجينه الورق. ايه كيف هي العجينه هي اللي بدها نقع، عرفتي كيف؟ بننقع نحن الورق بالمي وبنخلطه بالغره وبتصير عندنا مثل العجينه، بنشكل الشكل اللي نحن اللي بدنا اياه وبنحطه. انا اخترت السيف الدمشقي هون وبس تنشاف بنلونها. نعم. طيب جهان خلينا نحكي، في عمر معين يعني بيفضل انه يتعلموا فيه الاشخاص الاعمال اليدويه، ولا بدها موهبه، لازم موهبه وانه تكنيك معين يكون؟ هلا في اطفال بيكونوا بحبوا هي الشغله بس ما عندهم هي الموهبه. نحن بنزيد اكثر يعني اللي خاصه اللي بحب الشيء بحب بيتعلمه بسرعه وبسهوله. لا ما في عمر محدد، يعني فيكي كل الاعمار وانت بتختاري المواهب اللي بدك اياها بتزيديها اكثر، ونحن بندرب. يعني في اطفال بحبوا الرسم بحبوا الشغل بس ما عندهم خبره ابدا، نحن بنزيد بنضيف لهم معلومات للشيء اللي بدهم يشتغلوه. وبس يبلشوا شغل كثير كثير بحبوا، يعني بصير عندهم افكار جديده، انهم بصيروا ياخذوا افكار كثير جديده وحلوه. تمام. خلينا نحكي اليوم عن تسويق، يمكن غير التدريب، تسويق المنتجات كمان. يمكن اليوم المرأة السورية لقت أساليب عديدة لتساعد بالبيت، لتساعد حالها، لتكون أسرتها بهي الظروف الصعبة. اليوم عم نشوف يمكن منتجات كتير حلوة، كتير غريبة، مرغوبة، يمكن سعرها بيناسب الكل. كان لك مشاركات شي بازارات، معارض، سوشيال ميديا، كيف بتسوي او كيف بتعلمي الطلاب يسوقوا للمشغولات تبعهم؟ هلا على الاغلب معارض، لانه نحن عندنا معارض سنويه بنعملها بالمراكز الثقافيه، وعندنا معارض بخان اسعد باشا كمان. هي لكل المحافظات بتيجي، يعني مو بس لمحافظتنا، وبيختاروا اعمال مميزه واشغال مميزه وبيحطوها بيعرضوها بالمعرض. كباع او شيء لسه ما فتت بهالمجال ابدا، لا بس انه شغل وفن، ما في شيء ابدا. تسويق قديش صار لك تقريبا جهان؟
مجال الأعمال اليدوية؟ هلا أنا دراستي هي فنون. درست فنون ودرست فنون يعني من الصغر بحب هاي الشغلة وقديمة كتير يعني مو شيء جديد. نعم. عدد المعارض عملتي شي مرة معرض أو شاركتي بمعارض؟ هلا نحن كونه دراستنا يعني ما صار لي انا زمان متخرجه ايه فيعني ما في سنتين ثلاثه بس معارض واجت الازمات هلا السنين الماضيه فخففوا شوي من المعارض واجت كورونا يعني فالتغى كثير اشياء عنا. تمام. جيهان يعني كل حدا بالحياه له خط له مثال اعلى، من مثالك الاعلى بالفن؟ يعني شو اكثر شيء بتحبي تقدمي؟ يعني شفنا نماذج عديده ما قدرت احذر، انت شو نمطك المحدد؟ لك هيك لون محدد لك؟ هلا لا والله بصراحه بحب اجرب كل شيء، يعني كل عمل مختلف عن الثاني. يعني لسه انا ما مشيت بموضوع انه مثلا خلص البسامير وكملت فيهم او المعجون وكملت فيه، لا يعني شكلت انا. هي اللوحه مو رسم، هي حرق على الخشب. ايه وهي ما انا ملونه تلوين، هي بتيجي تظليل يعني منه وفيها ألوانها، ما بنستخدم الالوان فيها نحن ابدا. حلو. بالكاوي هي بنستخدمها، ما بتيجي حفر. ايوه بتيجي هيك حفر، شوفي حتى من ملمسها. ايه هي ما بنستخدم فيها الوان ابدا لانه بتيجي ألوانها منه وفيها تظليل. شو حلو التقنيات اللي عم تستخدميها، قديش متنوعة وقديش الأفكار غنية عم بتكون، وعن جد عم يكون في لمسة خاصة. يعني هيك قطعة واحد إذا حابب يهديها ما ممكن يلاقيها بالسوق يعني. وانت بقى بتبتكري بتأبدع يعني، فيك تشتغلي. من وين بتجددي أفكارك دائما جيهان؟ هلا والله لك هي الفكرة بتاخد وقت أكتر بكتير من الشغل. يعني أنا إذا بدي أفكر بموضوع بضل فترة منيحة، بس إذا بياخد شغل خلص على التنفيذ بسرعة، بس الفكرة والله أصعب من الشغل. شو اللي بيخليك تطلع الفكرة؟ المواد يعني إذا شفتي مثلا أغصان أو خيطان ممكن تطلع الفكرة، ولا لوحة كيف ممكن؟ على حسب المواد المتوفرة. مثلا أنا عندي صوف، ممكن أنا بدي أفكر بعمل بالصوف. عندي خشب زايد بالبيت، عندي بلور، عندي شيء، فمنها بتطلع الفكرة. يعني إذا ما شفت شغلة لا ما هيك الفكرة لحالها ما بتطلع. لكن جيهان خلينا نحكي بالختام عن هذا الشلال أو شيء هيك مثل شو؟ هذا مشغول من الفلين. أوكي. كمان فلين يلا بس بدك تمسكي من تحت مشان ايوه حسيت رح يفلح. ايوه هذا كمان هادا. فلين ودهننا بالاكريليك، وهذا المي نموذج تبعه بالسيليكون. حلو كثير. كمان في هنيك عندنا هدول، شو كمان هدول مشغولين مثل بالايفا. هي ورق اشغال بتيجي. تمام تمام. جيهان يعني اليوم نحن بلقائنا مع حضرتك تعرفنا شوي على بعض الأشغال وتعرفنا كيف تعطي الطلاب أيضا. بدنا نتشكرك كثير على المواهب الحلوة اللي فرجيتينا إياها، وأكيد نتمنى لك التوفيق. تسلموا كلكم، وشكرا كثير لكم.